بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ ناس كتير كلمتني اعيد تاني شرح السمباثيك والباور سمباثيك، فهنتكلم النهارده. بس هندخل في الموضوع على طول، زي ما بيقولوا ندخل في الموضوع على طول. الجهاز السمبثاوي ده جزء من جهاز الاوتونوميك، تمام؟ اوتونوميك يعني الجهاز المسؤول عن ردود الفعل اللي احنا ما ينفعش نتحكم فيها، بنقول عليها الانفولنتري اكشن، حاجة انا مش بتحكم فيها. طيب الجهاز السمبثاوي كنا واخدين عنه فكرة ان هو بيشتغل في اثناء الفايت والفلايت، فحط ده في دماغك، يعني ان انت وضعك دلوقتي او جسمك في وضع حرج، فمنطقي ان الاكشن او ردود الفعل اللي هيعملها الجهاز العصبي السمبثاوي تكون ملائمة للاكشن وتخلي الاكشن يطلع مظبوط. يعني مثلا ما تبقاش انت في ماتش مصارعة مثلا وخلاص انت بتحارب ومحتاج تكون فايق ومركز، وفجأة تلاقي الجهاز السمبثاوي مثلا يروح للمثانة يقول لها لا اعملي نزلي البول دلوقتي او اعملي يورينيشن، فطبعا ده مش منطقي. فالمنطقي ان هو يبقى في اللحظة دي لا يوقف المثانة ان هي تنزل البول، يعني يعمل حبس للبول، وفعلا هو بيعمل كده. طيب هنكمل في المحاضرة بتاعتنا. لازم نعرف ان السمباثيك نيرفس سيستم هنقول طالع منين. يعني لو قلنا مثلا الجهاز السمبثاوي اللي رايح للايه، للامعاء او للمعدة مثلا، نقول اصله طالع منين، من الحبل الشوكي، تمام؟ وهل هو بيخش الاوتونوميك جانجليا ولا ما بيخشش، تمام؟ وبعد كده بيروح في السمباثيك تشين ولا مش بيروح في السمباثيك تشين. هنعرف كل المعاني دي دلوقتي. طيب زي ما احنا شايفين، طيب اوكي، زي ما احنا شايفين يا شباب، السمبثاتيك نيرفس سيستم كان بي ديفايدد انتو 4 ديفيجن، قسمناه لاربع اقسام، which are cervical يعني الجزء اللي بيغذي الرقبة، وكارديو بالمونري اللي هو الجزء اللي بيغذي الصدر ومنطقة القلب والرئتين، سبلانكينك المنطقة بتاعة البطن، تمام؟ وسوماتيك ديفيجن. هنعرف الكلام ده دلوقتي، الصورة دي هنرجع لها تاني. طيب احنا قلنا المفروض نعرف الجهاز السمبثاوي طالع منين. طيب هنتكلم عن السيرفايكال سمبثاتيك ديفيجن، يعني الجزء بتاع الجهاز السمبثاوي اللي رايح للهيد نيك اللي راس ورقبة. This division supply various structure أجهزة أو تركيبات متنوعة في الريجون بتاعة الهيد والنك. طالع منين؟ طالع منين؟ ودي مهمة جدا بقى في الام سي كيو أو الاختيار. طالع من اللاترال هورن سيلز، تمام؟ المفروض إن اللاترال هورن سيلز دي احنا عرفناها في القطاع بتاع السباينال كورد، ماشي؟ احنا ممكن نشرحها بعدين، تمام؟ طالع من اللاترال هورن سيلز ال اتش سي بتاعة الأبر تو سوراسيك سيجمنت. احنا عارفين ان السوراكس او احنا عندنا 12 سوراسيك سيجمنت، الاتنين اللي فوق الابر تو دول طالع منهم السمباثيك اللي رايح للسيرفايكل اللي رايح للهيد والنك. يبقى طالع من اللاترال هورن سيلز بتاع الابر تو سوراسيك سيجمنت بتاع السباينال ايه كورد، تمام؟ وبرضو النيرف او العصب اللي رايح ده بنسميه بري جانجليا. يعني ايه بري جانجليا؟ يعني قبل الجانجليا، يعني معنى الكلام ان هو هيروح للجانجليا، يعني معنى الكلام ان هو هيخش فيها، يعني هيعمل فيها ريلي، هيستريح في الجانجليا، تمام؟ احنا شرحنا قبل كده الاوتونوميك جانجليون. البري جانجليونيك فايبرز بنسميه برضو افرنت، هيروح فين؟ ريتش السمباثيك تشين. السمباثيك تشين دي سلسلة كده ماشية موازية للعمود الفقري، موازية للحبل الشوكي. هناخدها بالتفصيل، بس انا بركز على يعني دايما انتوا عندكم صعوبة في السمساتيك بيعمل ايه والبارا سمساتيك بيعمل ايه، فمشوا الموضوع كده. احنا همنا الهدف بتاعنا ان احنا نعرف الاكشن النهارده، وان شاء الله هنقدر نوصل لده. طيب يبقى هو
البيبي جانجليونيك فايبرز ريتش سمباثيتك تشين زين زي بوسيد ابورد وتطلع لفوق، تمام، عشان تعمل ريلي زي ما احنا قلنا هتخش في الجانجليون. ايه اسم الجانجليون بتاع السيرفايكل؟ كل الحاجات دي ام سي كيو اسمها سيرفايكال جانجليون، منطقية صح، بس عشان هي فوق بنسميها سوبيريو، يعني سيرفايكال جانجليون الفوقية، تمام. فانت لو ناسي حتى عمرك ما هتنسى ان هي سيرفايكال سمباثيتك، يبقى هيعمل ريلي في السيرفايكال جانجليون. طب اللي كانت فوق ولا تحت؟ لا هي كانت فوق لان هم طالعين من الابر توراسيك سيجمنت، فانت كده مش هتنسى خالص. طيب بيقول لك بص على ايه، على الصورة اللي فوق. طيب تعال بص على الصورة اللي فوق، هنا السباينال كورد الحبل الشوك اهو، تمام، الابر تو سواسك يعني السواسك سيجمنت رقم 1 و2 اهو طالع منهم السمباثيك، تمام، دخل فين؟ في السمباثيك تشين، وبعدين بيطلع فوق اهو وانز ابورد يعني ماشي فوق فوق لحد ما يوصل، عشان هو رايح فصلا في السوبيريو فلازم يطلع لها سوبيريو سيرفايكال جانجليون، يقوم عامل فيها ريلي يستريح شويه. يبقى كده البيري جانجليونيك كده عمل اللي عليه وزياده. في حاجات بقى هتستلم منه وتوصل، دي اسمهم بوست جانجليونيك، يعني العصب ما بعد الجانجليون. بوست جانجليونيك بقى هي واحده الحاجات اللي في اليد والنك، ايه اللي في الرقبه وايه اللي في الراس، عينيك، الجلد بتاع الرقبه والراس، الغدد اللي في بتاعه السلايفيشن، الغدد بتاعه اللعاب، السليفر جلاند اللي هم 3 غدد، تمام، اللي هي الغده تحت اللسان والغده النكافيه، وكمان السكن فيه اوعيه دمويه، يعمل ايه على البلاد فيسلز. لازم بقى نعرف السمبثيتك بيعمل ايه على كل حاجه من دول، بيعمل ايه على العين، بيعمل ايه على السكن، وبيعمل ايه على السليفر جلاند، وبيعمل ايه على البلاد فيسلز. بس احنا مثبتين ان السمبثيتك بيشتغل في وضع الفايت اور فلايت، يعني افترض ان في واحد دلوقتي على حلبه مصارعه، فلازم الاكشنز اللي هتحصل من كل الحاجات دي، تمام، تكون ملائمه للوضع اللي احنا فيه. صح صح يا شباب، كلام جميل. طيب تعالى بقى نتكلم، نكمل الكلام. زي ما احنا قلنا ان البيري جانجليونيك لما يوصل للجانجليون هيقف ويجي حاجه تاخد منه، اللي هي البوست جانجليونيك نيورونز، يعني اعصاب طالعه من الجانجليون زين زي باص الونج البرانشات بتاع الكاروتيد ارتريز، هتمشي جنب الارتري، هتمشي جنب الشرايين. ايه الشرايين اللي موجوده في المنطقه دي؟ اسمها كاروتيد ارتريز. عندك 2 كاروتيد ارتريز في انك في الرقبه بتاعتك، واحد يمين واحد شمال. طيب المهم ان هم ماشيين معاهم يعني، وبيصبلاي بيغذي الحاجات دي، يغذي العين. فيجي السؤال يقول لك السمباثيتك بيعمل ايه على العين؟ واحد لو واحد في ماتش مصارعه السمباثيتك لازم الاكشن بتاع العين يكون يساعده ان هو يكسب الماتش، صح؟ يعني مثلا ما ينفعش السمباثيتك مثلا يضيق حلقه العين، هو مش هيشوف كويس، مظبوط. ما ينفعش السمباثيتك مثلا يخليه يفضل يدمع، مينفعش السمبثاتيك يزود لي التغذية الدموية في العين فيخلي العين حمراء فما يشوفش، يعني نقول عليها شبوة دم يعني، طبعا أنا بقول عليها كده يعني. على العين السمبثاتيك يعمل ايه؟ أنا نشوف هو بيعمل ايه ونشوف بيعمل ايه ازاي. هقول لك هنا ان هو بيعمل بيوبل دايليتيشن حدقة العين، او بيوبل دايليشن يوسع حدقة العين، وده منطقي عشان هو محتاج يشوف الخصم بتاعه، يحتاج عشان يعرف الضوء جاي له منين او هيضرب فين، صح؟ ففي العين يعمل لك كونتراكشن، انقباض للراديال ماسلز اوف ذا ايريس. الايريس اللي هي القزحيه فيها نوعين من العضلات، راديال ماسلز وسبايرال ماسلز. السمباثيك هنا هيعمل كونتراكشن لايه؟ للراديال ماسلز اوف ذا ايريس عشان يسحبها ويخلي الايريس توسع، فيحصل ايه؟ ليدنج تو ميدريسيس. طب ايه اسم العضله اللي هي راديال ماسلز اوف ذا ايريس؟ اسمها دايليتو بيوبيلي ماسل. يبقى هو يعمل كونتراكشن، سيبك من ده كله، كونتراكشن للدايليتو بيوبيلي ماسل، وبالتالي ليد تو يؤدي الى ميدريسيس او بيوبل دايليتيشن. فانت عارف، انت اصلا بالعربي عارف ان هو هيوسع حدقه العين، عندك صعوبه في الكلام بس، لكن عارف ان هو منطقي هيوسع حدقه العين. يبقى السمساتك هيعمل ميدريسيس ازاي؟ عن طريق ان هو يعمل كونتراكشن للدايليتو بيوبيلي ماسل. طيب حاجه تانية، انت مش انت برضه عينك هتوسع، بس برضه عايز الحواجب او الحاجب اللي فوق والحاجب اللي تحت ده، او الرموش عايزها تبقى واسعه بحيث حتى عينيك تبقى شايفه اكتر. ما بتبقاش احنا وسعنا حدقه العين بس انت مغمض برضه ما انتش شايف حاجه، فمنطقي ان انا عايز ارفع الحاجب اللي فوق وانزل الحاجب اللي تحت.
طيب ايه بقى اللي هيحصل؟ برضه هعمل انقباض للعضلة. العضلة هنا اسمها ايه؟ سوبيريو اللي فوق والانفيريو اللي تحت، اسمها ايه العضلة؟ تارزال ماسل. تارزال ماسل، يبقى كونتراكشن للتارزال ماسلز هتعمل لي وايدنينج، توسيع للبلبيبرال فيشر. البلبيبرال فيشر ده اللي هو ايه؟ لحظة كده، انا عايز اعمل ايه؟ تعالوا كده، البلبيبرال فيشر. انا هحاول بس ارسم لكم رسمة كروكي كده زي ما بيقولوا. تمام، فاحنا قلنا ان السمساتيك بيوسع حدقة العين، كمان هيوسع لي ادي العين يا معلم، هنا ده الحاجب اللي تحت، ماشي مفهوم؟ طبعا انا مش عارف ارسم كويس، بس وده الحاجب اللي فوق، وهنا حدقة العين. تمام، السمباثيك احنا عارفين ان هو هيعمل حدقة العين ده هيوسعها، يعني هيعمل ايه؟ ميد ريزز او بيوبل دايليشن. طيب المسؤول هنا عن كان اسمه ايه؟ كونتراكتور بيوبيلي ماسل. طيب هنا العضلة اللي هنا اسمها تافزل ماسل. تمام، التافزل ماسل هيعمل لها انقباض، فيقوم ده نازل لتحت ويقوم ده طالع لفوق، وبالتالي انا وسعت الفيشر، البلبيبرال فيشر. طيب كمان انا محتاج ايه؟ محتاج اخلي العين، يعني حتى غريبة شوية بس افترض يعني ممكن هو مسؤول عن ان العين تطلع لقدام فتشوف اكتر، يقول لك انها حتى بتتحرك لقدام تشوف اكتر. هي العين ممكن تتحرك لقدام في بعض الامراض بس بيكون مرض. تمام، المهم ساعات احنا بنشوف ناس عينيها تحس انها باظه كده، الجحوظ العينان او العينين. كونتراكشن بيحصل ازاي بقى؟ المهم جحوظ العينان ده اسمه اكسوف سالموس. اكسوف سالموس يعني عينيه بتطلع لقدام بحيث تشوف اكتر، عن طريق برضه نفس الحاجة بنعمل انقباض لأي عضلة. اسم العضلة هنا ايه؟ مولر. في واحد اسمه مولر كده او واحدة اسمها مولر، لقت العضلة دي، العضلة دي يعني لما عملت لها انقباض لقت انها بتطلع العين لقدام، فالسمباثيك بيعمل كده، يعمل انقباض للمولر ومصل دي ورا الاي بول، يعني ورا قوة العين، يعمل لك اكسوبسالموس، جحوظ العينين، خاصة في الانيمالز، خاصة في الحيوانات. حتى احنا قلنا مش موجودة اوي في البني ادمين بس هي في الحيوانات اكتر. طيب كمان بقى احنا قلنا الحته بتاعت الشبوه بتاعت الدم، انا مش عايز دم بقى، يعني ما تبقاش حمرا، ما تبقاش دم خالص، انت عينيك لما يكون فيها اي التهاب وفيها بقت لون احمر او بقت ريد اي ما بتبقاش شايف كويس اصلا، فانا مش عايز دم، فاعمل ايه؟ اعمل فازو كونستريكشن، يعني اضيق الاوعيه الدمويه اللي راحه في بتغذي سطح العين، فاعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيسل بتاع العين بتاع الاي. تمام، كل الحاجات دي تحس انها بتخدم الموقف اللي احنا فيه. محتاج ايه كمان اهو؟ محتاج ان انا اشوف بعيد، يعني يقول لك ايه اشوف بعيد؟ يعني ايه؟ عايز اشغل الرؤية البعيدة، الفار فيجن. إيه ازاي؟ دي الوحيدة بقى اللي مش هعمل فيها انقباض، هعمل فيها ريلاكسيشن للسيليا مصر. في عضلة كده لما انا بقى السيليا مصر دي لو عملت لها ريلاكسيشن، لو سبتها مستريحة كده اشوف بعيد، جيت عملت لها كونتراكشن، يعني حتى الحاجات دي كلها على فكره هتتعكس في الباور سمباثيك. تمام، بحيث ان الباور سمباثيك برضه بنقول عليه انابوليك سيستم، يعني هو بيحافظ على الطاقه بتاعتنا، يعني بيريزرف الانرجي بتاعتنا. تمام، بكل الطرق بقى. يبقى احنا الموقف بتاعنا دلوقتي ان احنا في حلبه مصارعه وفي ماتش، فانت عايز تشوف بعيد، لكن في الباور سمباثيك انت مش عايز تشوف بعيد، انت هادي ومستريح ونايم وبتاع، فيحصل هناك كونتراكشن للسيليا ومصل، لكن يحصل هنا ريلاكسيشن للسيليا ومصل عشان تشوف فين. تمام، طيب كده احنا خدنا العين، يبقى العين ميدريسيس توسع مش كده وبس، يعني حدقة العين توسع مش كده وبس، اصلا العين نفسها الحاجب اللي فوق والحاجب اللي تحت، اللي فوق يطلع فوق واللي تحت ينزل تحت، فانا بقيت كده العين يقول لك عين واسعة، عين واسعة يعني حصل له كونتراكشن للتيرزال ماسلز السوبيريو والانفيريو. كمان عنده يعمل لي جحوظ عين خاصة في الحيوانات اسمها اكسوبسالماس، عن طريق ان هو يكونتراكت المولر ماسل. كمان انا امنع شبوة الدم دي، اعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيسل. تمام، وريلاكسيشن للسيليا وماسل عشان اشوف
بعيد على السليبا جلاند. السليبا جلاند دي اللي هي بتعمل اللعاب. هو بقى عايز يقعد يعمل لعاب اساسا. الموقف اللي هو فيه اساسا يعني من كتر الاكشن اللي هو فيه يعني يقول لك ريقي نشف، ريقي نشف فعلا. يعني انت لما بتكون متنشن كده وفي شكل لو قعدت تتكلم وبزعيق بتلاقي ان رقك نشف، تقول له نشفت رقي مثلا. مش هو اللي نشف رقك، ده السمباساتيك هو اللي نشف رقك. ازاي بقى؟ في السليفر جلاند ان ويتش السمباساتيك ستيموليشن بيعمل ايه؟ هيعمل لي فازو كونستريكشن. فازو كونستريكشن قلناها فوق يعني ضيق الاوعيه الدمويه. هيعمل لي برضه ليتل سكريشن، ليتل سكريشن او نو سكريشن اصلا، يعني ممكن ما ينزلش سكريشن. المقصود بسكريشن هنا هي اللعاب، فيعمل لك السكريشن يقلله، يعمل لك ليتل فيشس سكريشن. اسم السكريشن هنا تروفيك سكريشن، تروفيك ناشف. ده عكس بقى لما تكون انت داخل البيت كده والحاجة عاملة لك أكلة كويسة، فتلاقي لعابك سال كده. اللي عمل الحركة دي الباراسمبثاتيك، لأن هو احنا قلنا إن هو بيعمل بيحافظ على الجسم، وطبعا عشان أحافظ على الجسم وبيحب الأكل، يعني الباراسمبثاتيك ده بيحب الأكل جدا، فيقوم عامل لك اللعاب. لكن هنا السمبثاتيك مش عايز لعاب، فيعمل لك تروفيك سكريشن، ليتل سكريشن، فيشس سكريشن. مش كده وبس، يعمل لك هنا سكويز يعني عصه كده، سكويز للسليفري سكريشن از ا ريزلت اوف كونتراكشن لايه، للمايو ابسيليال سيلز ذات سراوند السليفري اسيناي. في الهيستولوجي بتاع السليفري جلاندس الغدد اللعابيه، في حاجه الاسيناي دي هي الحاجات اللي بتكون فيها السليفيشن او بتكون فيها السكريشن. هو بقى يقوم عامل لها سكويز عشان ما تطلعش ما تشتغلش. ازاي؟ عشان عن طريق ان هو يعمل لها كونتراكشن للمايو ابيسيليال سيلز، الخلايا الابيسيليه دي اللي محوطه الاسيناي. فالمقصود ان هو يقول لها ما تشتغليش، او حتى لو عملت ما تطلعيش. تمام. على الدموع، على اللاكريمال جلاند، الغدد او القنوات الدمعيه. سمبثاتيك يعمل لك ايه؟ نفس الكلام، انت مش محتاج تحفظ، هتقول قايل له فازو كونستريكشن، حتى لو مش موجود اقول له فازو كونستريكشن، وبرضه يعمل لي توفيك سكريشن. مش منطقي ان انا هفضل اعيط يعني، طب استنى ما تضربنيش عشان اعيط، لا. طيب احنا قلنا كده الاي، وقلنا السليبر جلاند، وقلنا اللاكريمال جلاند، بقى لنا السكين والبلاد فيسلز. السكين يعمل ايه على السكين؟ يخليني اعرق ولا ما اعرقش؟ ايوه يخليني اعرق اصلا، انت بتبقى عرقان لوحدك يعني. ذا سكين اوف هيد ونك ان ويتش السمبثاتيك يعمل ايه؟ يعمل لي فازو كونستريكشن. تمام. يعمل لي سويت سكريشن، يعمل لي عرق، يعمل لي هير اريكشن، يقول لك ان هو يقول لك شعره ايده او شعره جسمه يقف. طبعا هيقول لك بقى انها ما بتحصلش، بتحصل في القطط يعني. قطه لما بتيجي مثلا عايزه تتخانق تلاقي شعرها واقف كده. فتعال نقرا الكلام as a result of contraction، نفس الكلام، اي اكشن او اي حاجه بتحصل دايما تلاقي في عضله حصل لها contraction او relaxation عشان تدي اكشن يناسب الحاله اللي احنا فيها. فانا احفظ الاسم العضله دي، يعني ممكن تيجي contracto للإريكتو بايلي مصل. بايلي يعني شعرايه، اريكشن يعني توقف او انتصاب، يعني العضله المسؤوله عن انتصاب الشعر او توقف الشعر، ان الشعر يوقف يعني. طيب على الاوعيه الدمويه بتاعه الهيد والنك، المقصود بها السيريبرال فيسلز، الاوعيه الدمويه لوحة المخ، انا محتاجها ولا مش محتاجها؟ اه محتاجها. بص هنا بقى يحصل ايه؟ ويك فازو كونستريكشن، يعني ما ينفعش اقفلها قوي، انا محتاجها برضه، انت محتاج تشغل مخك. فتقولش ويك قول يعني، حتى في ناس يقول لك ما هاز نو افكت، ما يعملش حاجه، لان انا محتاج المخ في الحاله دي. لكن الكتاب بتاعنا كاتب ان هو بيعمل ويك فازو كونستريكشن عشان تمشي مع القاعده العامه ان هو بيعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيسلز كجهاز سمبثاوي. طيب احنا كده كنا بنتكلم على السيرفايكل، كان طالع من الابر تو سواسك. تمام. وكان بيخش السمبثاتيك تشين، خلي بالك الحاجات دي ايتمز كده لازم تحافظ دماغك، بيطلع منين؟ بيخش السمبثاتيك تشين ولا ما بيخشش؟ طب لو دخل بيروح جنجليا، بيستريح جنجليا، دي يعني هنتكلم فيها انها محطه قطر مثلا كده او ترانزيت، هل هو بيروح لها ولا ما بيروحلهاش؟ طب هو لو بيروح بيعدي منها ولا بيعمل فيها يستريح ويسلم واحد تاني؟ دي كل القصص. طيب ده اسمه السيرفايكل. تمام. خلاص نخش بقى على ايه؟
على التاني. الحاجة اللي بعد خدنا الهيدونيك تحت بقى ناخد منطقة الصدر دي اللي فيها القلب وفيها الرئتين، واحنا دلوقتي برضه في حلبة المصارعة. في حلبة المصارعة انت محتاج قلبك، محتاج الدم، محتاجه، يبقى محتاج قلبك يشتغل كتير صح، محتاج قلبك ينقبض بسرعة، محتاج تتنفس أسرع، محتاج تتنفس ديب، يعني مش مجرد انك تتنفس أسرع بس، لا محتاج يحصل ان رئتك توسع اكتر، تاخد اكبر كمية من الدواء، فالخلايا تبقى مبسوطة وانت تبقى مبسوط وتضرب كويس في الحلبة يعني. طيب ذا كارديو، احنا دلوقتي هناخد الكارديو بالموناري سمبثاتيك ديفيجن. احنا قلنا ان السمبثاتيك ده اربع حاجات، خدنا السيرفايكال، ناخد الكارديو بالموناري سمبثاتيك ديفيجن. الجزء ده بقى يا معلم بيسبلاي الهارت واللنج، منطقي خالص. طالع منين؟ نفس الكلام، يبقى طالع من اللات والهورن سيل. تاني كان طالع من الابر تو، يطلع ده من الابر اربعة ثوراسيك سيجمنت، يعني طالع من واحد واثنين وثلاثة واربعة. التاني كان طالع من واحد واثنين بس، ده طالع من واحد واثنين وثلاثة واربعة بتاع السباينال كورد. طيب العصب اللي طالع اللي رايح للجنجليا بنسميه بري جنجليونيك نيورونز. تعالى نرسم دي عشان تبقى متخيلة. الجنجليا اهي، دي جنجليا. احنا قلنا بمعنى بسيط الجنجليا دي يعني محطة ترانزيت كده، العصب اللي طالع من السباينال كورد لازم يروح لها، سواء هيعمل فيها تبديل مع واحد تاني مع بوست جانجليونيك، او هيمشي فيها على من غير ما يعمل ريلي يعني تغيير او استراحة. المهم مقصود الكلام ان اللي قبل الجانجليا ده اسمه بري جانجليونيك عشان التعريفات، ده بري جانجليونيك، واللي بعدها اسمه بوست جانجليونيك، والكلام ده احنا كنا قلناه في المصطلحات. طيب يا شباب this division تمام. البري جانجليونيك نيورونز بيوصل للسمباثيك تشين، نفس الكلام اهو، لفوق كان بيوصل، يقول لك لما كان بيوصل كان بيطلع لفوق صح. هنا بقى هيوصل للسمباثيك تشين، مش هيطلع لفوق ولا حاجه. هوي هوير زي ريلي هيستريح فين بقى؟ في اللور سيرفايكال اند ابر فور ثوراسيك جانجلي. سيبك من ده كله، هو البري جانجليونيك ده طالع من السباينال كورد ورايح للجنجليا صح. طيب اسم الجنجليا انت المفروض تعرفه، احنا دلوقتي في الكارديو بالمونري صح، يعني احنا في السوركس في القصب الصدري، يبقى تقوم قايل له ان هو بيروح في السواسي الجنجليا. طب انا عندي كام سواسي الجنجليا؟ عندي كتير، يبقى هنا لازم احدد تمام. ده طالع من الابر فور سواسك سيجمنت، يبقى بيروح للابر فور سواسك جنجليا، بس برضه هو بيلحق السيرفايكال الجنجليا اللي تحت. انت عندك سيرفايكال جنجليا سوبيريو وعندك انفيريو اللي هي اللور سيرفايكال جنجليا، يبقى هو بيدي للابر فور سواسيك جنجليا زائد السيرفايكال جنجليا. انا بحاول اخليك ما تنساش، لكن طبعا انت المفروض هتحفظ وتذاكر. طيب بعد ما بيروح في واحد تاني بياخد منه بقى اللي هو البوست جنجليونيك نيورونز، بيطلع وبياخد منه ويسبلاي الحاجات دي تمام، يعني الكلام شبه بعضه. هيروح للقلب، احنا في حلبة المصارعة عايزين ايه من القلب بقى؟ يقول لك اعمل ايه على القلب بقى؟ السمباثيك على القلب ياكتيفيت، يعني ينشط القلب عن طريق ان هو بيزود كل خصائص القلب. كل خصائص القلب يعني ايه؟ يعني هو هيزود الايه الكونتراكشن بتاع القلب، يبقى بيقام سترونجر اقوى، ويزود الاكزايتابيلتي بتاعت القلب، حساسية القلب او الاستجابة الكهربائية للقلب، وده هناخده في موديول الكارديو باسكو. وبيزود الكوندكتيفيتي التوصيلية بتاعت القلب. كل دي حاجات اسمها تحت بند خصائص عضلة القلب، انها بتتميز بالكونتراكشن قابلة للانقباض، الاكزايتابيلتي انها بتستجيب للكهرباء، وكوندكتيفيتي التوصيل للكهرباء، وهنعرفها ازاي الكهرباء ماشيه في القلب، هي دي الكوندكتيفيتي. فهو بيزود كل الخصائص دي، يبقى تقول له ان هو انكريز اول بروبابيلتيز، كل خصائص القلب يعني كده الاجابه كده كافيه. طيب القلب نفسه بقى مش بيتغذى باوعاء اوعاء دمويه على القلب؟ ده بيغذي الجسم كله دم، هو نفسه مش هيتغذى دم، يعني هو طباخ بيطبخ لنا ومش هياكل يعني؟ لا، ايه اللي بيغذي القلب بقى؟ حاجه اسمها كوروناري فيسلز، الشرايين التاجيه بالعربي، دي ان فيسلز ذات سبلاي القلب تمام. السمبثاتيك بقى يعمل لها ايه؟ يدي لها، يخليها تشتغل ولا ما يخليهاش تشتغل؟ واحد بقى فاكر الكلام اللي احنا قلناه فوق، يوم قايل لك ايه
احنا فوق قلنا اي فيسل نقول عليه فازو كونستريكشن. انا همشي الكلام. الوقت القلب هنا ينفع نعمل له فازو كونستريكشن؟ يعني القلب لو عملنا له فازو كونستريكشن الدم اللي هيروح له قليل، الدم لو راح له قليل يبقى البند اللي فوق هيبقى هيشتغل، لان انا هزود، انا محتاج ازود الاربع خصائص بتاع القلب، بطلب من القلب شغل يعمله. اقوم قايل له اعمل الشغل ده من غير ما تاخد دم، ولا اقوم قايل له خد دم؟ يعني انا هغير القوانين بتاعتي عشان عايزك تشتغل. يبقى انا في الحاله دي انا هعمل لك فازو دايليتيشن. يبقى هنا الوحيده هنا هعمل لها ايه؟ فازو دايليتيشن للكوروناري فيسلز، دي الفيسلز ذات سبلاي الكاردياك ماسل. يبقى انا هعمل لها فازو دايليتيشن لهذه الاوعيه التاجيه او الشرايين التاجيه. طيب كده خلصنا القلب. طيب اللنج البلمونري فيسلز، دي الفيسلز في اللنج السمباثيك يعمل لها فازو كونستريكشن زي ما احنا ماشيين، ما احنا خلفنا بس في الايه، في الكورونا. البونكيولز، البونكيولز دي تصغير البونكاي، البونكيولز عشان تبقى متخيله. البونكيولز يا شباب لو قلنا ان دي القصبة الهوائية كانت بتنقسم ليمين كده وشمال، كنا بنسمي دي اسمها ايه؟ البونكس، بون البونكس. البونكس دي بقى لما بتتقسم تاني يبقى ايه اللي جاية دي؟ يبقى دي تصغير البونكس، فدي اسمها ايه؟ بونكيولز. تمام يا شباب. السمباثيك احنا دلوقتي جوه اللنج، وعرفت لا وعرفت انت كده ايه البونكيولز. البونكيولز دي يعني اللي بتكون مثلا فيها البلغم او البلغم. فانت مثلا في حلبة المسامعة برضه محتاج ان انت تقعد بقى تطلع بلغم بقى وتسيب الماتش الجميل بتاعك؟ لا مش محتاج. فانا لازم السمباثيك يروح لللنج يقول لها ابوس ايدك، ما ايه، ما تعمليش ميوكس، ما تعمليش بلغم عشان انا مش فاضي دلوقتي، مش كده وبس. يدي لها دم برضه، يعمل لها برونكو دايليتيشن، يوسعها عشان تاخد اكبر كميه من التنفس. تمام. يبقى هيقول لها ما تعمليش ميوكس، يبقى يديكريز الميوكس سكريشن، افراز البلغم بشكل مبسط يعني، ويزود تمدد الحويصلات الهوائية عشان تاخد هواء اكتر. يبقى البونكيولز السمباثيك هينهبت السكريشن بتاع الميوكس ويعمل لي بونكال جلانس او الميوكس من البونكال جلانس اند بروديوس بونكو دايلاتيشن او بونكو دايليشن. كده احنا قلنا الكارديو بالموناري سمباثيك ديفيجن طالع منين؟ من الابر اربعه ثوراسيك سيجمنت، وبيخش السمباثيك تشين زي اللي فوق. اسم النيرف ده اسمه بري جانجليونيك نيرف او بري جانجليونيك نيورون، وبعد كده اللي بياخد مني بوست جانجليونيك نيورونز. طيب اسم الجانجليا بقى ايه؟ احنا قلنا احنا في السوركس، احنا في القفص الصدري، فاسم الجانجليا سوراسيك جانجليون. لا وبرضه احنا خدنا اللي فوق، خدنا السيرفايكال جانجليون معانا حتى لو كانت ايه مش موجودة هنا في الصورة، بس هو احنا الكلام بيقول ان احنا خدناها معانا يعني طالها كده دخل فيها، مش هتقول له لا يعني. طيب احنا خدنا، احنا قلنا ان السمساتك اربع اقسام، خدنا اتنين دلوقتي، باقي لنا بقى ايه؟ ننزل شوية تحت، ننزل عند البطن بقى، اسمها فيسوال ديفيجن، فيسوال سمباثيك ديفيجن. الفيسوال سمباثيك ديفيجن دي يعني بقى ايه؟ الجهاز السمبساوي في المنطقة دي بيتقسم ل تو نيرفس كبير قوي، تو نيرفس كبار يعني عصبيين كبار، اللي هو الجريتر يعني العظيم سبلانكينيك نيرف، النيرف بتاع الفسوة او بتاع الامعاء العظيم، وبرضه الليسر يعني اللي هو ايه مش عظيم قوي يعني، الليسر سبلانكينيك نيرف، الجريتر والليسر. طيب ايه اللي في ايه اللي عندنا في الامعاء؟ انا في الامعاء مقصود بها ايه؟ اول حاجه هتقابلك المعده والاثنى عشر والامعاء الغليظه والامعاء الدقيقه. المهم في الاساس اصلا المناطق دي كلها بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها الهضم، بيحصل فيها الامتصاص، بيحصل فيها الاخراج والحاجات دي. في جانجليونيك فايبرز بتاع نيكو امهن،
جيس ديفيشن سبلاي الابدومينال والبلفيك فيسوا، الايه فيسوا الامعاء اللي في الابدومين يعني في البطن وفي البلفس في الحوض، طالعه منين؟ من اللاتو الهورنسلز، نفس الكلام من اللور 6 او اللور 7 سواسك سيجمنت. احنا قلنا ان السواسك ده ايه 12، اخر 6 في ال 12 او اخر 7 في ال 12 دول هي هيكونوا لي السبلانكينيك سبلانكينيك سمبثاتيك ديفيجن، هيكونوا لي السبلانكينيك سمبثاتيك ديفيجن. ومش كده وبس، الابر 3 لمبه. احنا لما خدنا في السباينال كورد قلنا ان في سيرفايكال وفي سواسيك سيجمنت وفي لمبر سيجمنت وفي سيكوال سيجمنت. المهم هنعرف دلوقتي في الصورة، احنا خدنا دلوقتي اللور 6 والابر 3، التلاتة اللي فوق بتوع اللمبة هم اصلا كلهم مع بعض يعني. المهم ان احنا خدنا حاليا، نفترض ان احنا خدنا حوالي 10 سيجمنت طالعين من 10 سيجمنت او 10 قطع من السباينال كورد. كنا بنقول بعد كده بيخشوا في سمباثيك تشين، صح؟ في اللي احنا قلناه فوق يعني، من غير ما نبص على الكلام يعني. ده السؤال البديهي، هل هم هيخشوا سمباثيك تشين ولا لا؟ طب لو دخلوا هيخشوا الجنجليا ولا لا؟ طب لو دخلوا الجنجليا اسم الجنجليا ايه؟ ده مقصود يعني، الاسئله دي لازم تكون في دماغك قبل ما تقرا. طيب هيخشوا، يقول لك البيبي جنجليونيك نيورونز اتش ذا سمباثيك تشين. المفروض البيرون هتخش السمباثيك تشين، طبعا دي غلط، هتخش السمباثيك تشين دي ريتش تصل يعني، هتخش السمباثيك تشين وير زي باس وزاوت ريلي. هنا بقى دخلت السمباثيك تشين وعدت على طول من غير ما تعمل ريلي، من غير ما تستريح. يعني ايه من غير ما تستريح؟ هنعوض دلوقتي. زي باص وزود ريلي، ده بند عام يخص الفيسوال سمباثيك تشين، ان هو بيخش سمباثيك تشين بس زي باص وزود ريلي عشان ام سي كيو. زين بعد كده هيتقسموا له الاثنين بقى، جريتر سبلانكينيك وليسر سبلانكينيك. ده بقى هو البري جانجليونيك نيرون. يعني ايه بري جانجليونيك نيرون؟ يعني هيقوموا مراحل جنجليا. في الحاله دي الجنجليا هيبقى اسمها ايه؟ هنعرف دلوقتي. الجريتر سبلانكينيك، يبقى الجريتر والليسر معناهم ايه في الفسيولوجي؟ ذيس ار بري جانجليونيك فايبرز طالعه او كونستيتيوت تمثل ذيس نيرف اوريجينيت فروم لاترال هورن سيل بتاع ايه بقى؟ بتاع 5 ل 12، من 5 ل 12 اللي هم تقريبا ايه 8 صح، 5 6 7 8 9 10 11 12 اللي هم 8 سيجمنت. ده الجريتر سبلانكينيك نيرف طالع من اللاترال هورن سيل بتاع السيجمنت السوركس من رقم 5 لرقم 12. طيب وبعد كده ريلي بيروح في جنجليا، اسمها ايه الجنجليا؟ هنا اسمها كولاترال جنجليا. في الجنجليا كانوا 3 انواع، منهم الكولاترال. ده الكولاترال الجنجليا ده ظهر امتى؟ يبقى ظهر مع الفيسوال ديفيجن. ليه ظهر؟ ليه احتاجناه اصلا؟ لان الاعصاب بتاعت الفيسوا دخلت السمباثيك تشين وزوت ريلي، ففي الحاله دي احتاجنا كولاترال جنجليا. المهم يعني ان هو بيتروح الكولاترال جنجليا البيبي جنجليونيك اللي هو الجبيده والسبلانكينيك، وبعد كده هيسلم البوست جنجليونيك. راح الكولاترال جنجليا اكسبت ما عدا الاعصاب اللي رايحه للادرينال جلاند او الادرينال مضله اللي هي الغده القزويه دي، بقى ما بتخشش الكولاترال جنجليا وبتروح بتفضل مكمله مكمله، ما بتروحش الكولاترال جنجليا اللي هي المحطه القطو او الترانزيت دي. وتروح بقى تقوم قايله لك انا مش المشوار بتاعي مثلا بعيد قوي، فانا مش هستريح، انا همشي وبعدين ابقى استريح خالص لما اوصل المكان اللي انا عايزاه. هي عايزه تروح الغده القزويه فتروح هناك وتستريح، يبقى الجنجليا بتاعتها جوه الادرينا المضله. في الحاله دي بنسميها تيرمينال جنجليا، زي ما احنا اتكلمنا عن على انواع الاوتونوميك جنجلي. الادرينا المضله ويتش بلي انسايد الجلاند، شوف تحت يعني، سي بلو يعني شوف تحت. فروم ذيس جنجليا، من هذه الجنجليا اللي هي الكولاترال دي، البوست جنجليونيك نيورونز هتطلع وبتسبلاي الفيسوا، هتعمل لي الحاجات دي. يبقى هترجع بقى للماتش بتاعك وتشوف الحاجات الاكشن المنطقيه اللي تناسب الموضوع، صح. اول حاجه انت مش هتنساها، هتقول لي مش في بلاد فيسلز؟ في بلاد فيسلز. طب ما تعملها فازو كونستريكشن بالمره، فازو كونستريكشن للارتريولز، تصغير ارتري، تصغير شريان يعني، اسمه ارتريول.
في الاستوماك وفي السمول انتستين، في المعدة والأمعاء الدقيقة والبروكسيمال باط وفلوج انتستين، الأمعاء الغليظة، الجزء البروكسيمال بتاعها، والكدني اللي هي الايه الكلى والبنكرياس والليبر، ويعمل لي فازو دايلتيشن لسام اوف ذيس ارتريولز. سي بلو، شوف تحت، يعني بتعمل فازو كونستريكشن وفازو دايلتيشن اوف سام، بس اقول فازو كونستريكشن للارتريولز بتاعت الفيسر. طيب انت بقى عايز في حاله السمباثيتك ان انت من اول هنا بقى كلام مهم قوي، في حاجه اسمها ريلاكسيشن للوول وكونتراكشن للسفنكتر. يعني ايه ريلاكسيشن للوول وكونتراكشن للسفنكتر؟ هنقولها اهو. الفيسرا وحاجه زي المعده مثلا، بنسميها في الطب هولو اورجان. يعني ايه هولو اورجان؟ يعني عضو مجوف، تمام؟ دي المعده. يعني ايه عضو مجوف؟ يعني عضو له وولز، له جدار، وله هنا سفنكتر، يعني له ايه مش عارف سفنكتر يعني بالعربي يعني ايه، صمام، تمام؟ له صمام بيوصل للحاجه اللي بعد كده. انا لو انا عايز دي تفضي تفضي، يبقى اعمل ايه؟ اول حاجه افتح الصمام، صح، واضغط على الوولز، صح، لو انا عايزها تفضي، تمام. طب انا في الماتش بتاع المصارعه ده عايز الحاجات دي تشتغل وتفضي وتفضل بقى نخش في دوامه، ولا مش عايز اصلا الحاجات دي تشتغل عشان الدم يروح للمخ ويروح للقلب واحارب احسن؟ يبقى انا مش عايزها تشتغل، يبقى انا عايزها تفضل زي ما هي، تحتفظ بالحاجه اللي جواها. يبقى انا اريح دي، اعمل ريلاكسيشن للوول، اسحبه لفوق كده بحيث اريحه، واقفل ده، وكونتراكت يعني انقباض للمفصل، بحيث يبقى انا الحاجات بتاعتي تفضل موجوده. الكلام ده يتطبق على المعده، على الاثنى عشر، على الامعاء، على الامعاء الغليظه، كل الحاجات دي تقوم قايل فيها ريلاكسيشن للوول وكونتراكشن للايه، للسفنكتر او المفصل او الصمام. نيجي في الباور سمباثيتك نعكس الكلام ده بقى. انا قاعد نايم، مش هم حاجه، فاعمل العكس عادي، اكونت لان انا عايز افضى اصلا، اكونتراكت الوول، اضغط على الوول، وقبل ما اضغط على الوول اعمل ريلاكسيشن للايه، للسفنكتر، افتح الصمام عشان ما تنفجمش. يعني نبص على الكلام ده. طيب هيعمل لي ايه؟ ريلاكس الوول بتاع الاستومك والسمول انتستين واللارج انتستين، ويعمل كونتراكت للسفنكتر اللي هو الايه، الصمام. هيعمل لي فود ريتنشن، يبقى في الحاله دي فود ريتنشن، الاحتفاظ، ريتنشن يعني حبس الطعام، او فود ريتنشن. الجاسترو انتستينال سيكريشن also reduced، يعني الانزيمات بقى بتاعت الهضم وانزيمات الامتصاص هتقل، لان اصلا انا عندي فود ريتنشن. طيب كونتراكشن للسمول ماسلز في الكبسول بتاع السبلين، هنعرف دلوقتي، وبالتالي يعمل لي بورنج اتس ستورد كونسنتريتد بلاد انتو بلاد ستريم. طيب الموقف ده هنا مش ماشي، احنا ممكن برضه نطبقه على حلبة المصارعة مثلا. انت في حلبة المصارعة مش بس السمبثيتك شغال، ده شغال كمان، وقمت انت برضه ما عجبش معاك نتيجة، وخدت علقة موت زي ما بيقولوا، ونزفت، نزفت دم. في الحالة دي انت عندك دم متخزن اساسا، ربنا عامل لنا الاسبرين كده نقول عليه ريزرفوار اوف بلاد، يعني مخزن للدم، في 50 مللي حوالي كوبايتين كده دم موجودين في الاسبرين ده. فانت دلوقتي بتحارب ونزفت، فالاسبرين لازم بقى ايه، يتدخل في الموضوع. يعني كان لازم يتدخل هنا في الحالة دي، كان لازم يتدخل، يقوم السمباثيك يروح للاسبرين يقول له ايه، او الطحال، يعني الاسبرين يعني الطحال، يقول له، يقوم ضاغط عليه، يعمل له كونتراكشن، يعمل له سكويز، يعمل له عصر، يعمل كونتراكشن للكبسول بتاع الاسبرين، وبالتالي بورنج يعني صب الستورد بلاد، يصب الدم اللي فيه في البلاد ستريم، يعني في البلاد فيسلز. كلام جميل خالص. اه مش كده وبس، الليفر، انت محتاج في الليفر ايه؟ محتاج من الكبد ايه في الحالة دي؟ الليفر بقى انت محتاج ان جسمك ما يجيلكش هبوط، محتاج ان مستوى السكر يبقى عالي. ما انت لو السكر وطى هيغمى عليك في الماتش بتاع المصارعه ده، صح؟ يبقى انت محتاج تزود البلاد شوجر ليفل، صح؟ ازاي بقى تزود البلاد شوجر ليفل؟ السكر اصلا، الليفر اصلا فيه
حاجه اسمها جلايكوجين، جلايكوجين قولها كده جلايكوجين. يقوم الليفر ده مكسر وانت محتاج سكر وما كلتش مثلا، يقوم الليفر جايب الجلايكوجين ده يقول لك انا هتصرف انا بقى، كان لازم اتدخل برضه هنا، ياخد الجلايكوجين ده يكسره ويعمل له ويطلع منه ايه، سكر، جلوكوز مولكيول يعني جزيئات سكر او جزيئات سكر. اسم العمليه جلايكوجينولايسز، صح، جلايكوجينولايسز. الجلايكوجينولايسز دي لايسز يعني تحلل، الجلايكوجين حطها ولايسز، يعني خدنا الكلام ده برضه في المصطلحات. الجلايكوجينولايسز دي، الجلايكوجينولايسز دي اسم العمليه اللي بيحصل فيها تكسير للجلايكوجين لشوجر او سكر، وبالتالي انا حافظت على مستوى السكر في الدم اللي انا محتاجه. طيب انت عندك بعد كده الميتابوليك ريت، محتاج تعمل ايه؟ لايبوليسيس. لايبوليسيس اللي هي ايه، عارف انت الدهون، الدهون انت عايز تزود الفري فاتي اسيد في جسمك، فتقوم عامل عملية تكسير الدهون عشان تطلع لي فري فاتي اسيد، انا مش عارف بالعربي اسمها ايه يعني. المهم ان السمباثيك بيزود الميتابوليك ريت، السمباثيك بيزود البلد جلوكوز شوجر، الحاجات دي لازم تبقى عارفها، انكريز البلد جلوكوز ليفل وبيزود الميتابوليك ريت. فبقول لك ان هو بيزود اللايبوليسز في الادبوز تيشو، الادبوز تيشو وليكن اللي هي المناطق بتاعه التوهلات مثلا، فيها دهن صح، فيها نسيج دهني اللي اسمه ادبوز تيشو. الادبوز تيشو ده يقوم السمبثاتيك ده يروح له يكسره، تمام، يكسره ليه فري فاتي اسيد، وبالتالي هيزود البلاد جلوكوز والفري فاتي اسيد. الفري فاتي اسيد دي ممكن انا اعمل منها بلاد جلوكوز، يبقى انا برضه زودت السكر. يبقى اللي احنا عايزين نعرفه ان السمبثاتيك بيزود البلاد جلوكوز شوجر، ما يجي لك في الام سي كيو السمبثاتيك بيعمل كل الحاجات دي، يقول لك ديكريز البلاد جلوكوز شوجر، يبقى السمبثاتيك ما بيعملهاش، الاجابه غلط. السمبثاتيك بيزود البلاد جلوكوز شوجر، بيزود البلاد جلوكوز ليفل اسف، وبيزود اللايبوليسز، وبيزود الهارت، بيزود الميتابوليك ريت. طيب باقي لك ايه تاني؟ احنا لما قلنا ان الجبيطه والسبلانكينج نيرف بيطلع من الجريطة، بيطلع من 5 ل 12 صح، من 5 ل 12، وبعد كده بيخش السمباثيتك تشين صح، وبيخش الجنجليا، الجنجليا اللي عندي اهو، هيخش الجنجليا اللي هي كلات الجنجليا، ما عدا واحد ما بيخشش الجنجليا اللي احنا قلنا اللي هو مشواره بعيد ده، فيقول لك انا سايح بعدين، اللي هو رايح للغده القزويه. فافتكر بقى يعمل ايه في الغده القزويه، ايه اصلا الغده القزويه ده بتطلع ايه؟ بتطلع الكورتيزون، بتطلع حاجات كتير اشهرهم ايه، الادرينالين، تمام، بتطلع الادرينالين ده اشهرهم، يقول لك الادرينالين ده يعني ده لو حد هيموت وعايز تديله حاجه يبقى تديله ادرينالين. طيب يروح لها، ما هو خلاص بقى انت في ماتش المصارعه بقى، انت نزفت وهتموت بقى، فانا محتاج ادرينالين ده، يعني يقول لك ده الايه، الامل الوحيد. فيقوم السمساتك بقى يروح له ستيميليشن الادرينال مضله، يروح لها تقول لها تطلع لي الهرمونات بسرعه، اسمها ايه الهرمونات، كاتيكول امين، كاتيكول امين، كاتيكول امين. الكاتيكول امين دي اللي هي مينلي او ابوهم كلهم الادرينالين، او اسمه التاني ايبينفرين، والنو ادرينالين ده اخوه او ابن عمه. البريجانجليونيك فايبر اللي بتسبلاي هذه الجلاند بتخش باس سو اوتونوميك جانجليا وزاوت ريلي لحد ما توصل للجلاند، ان هويتش زي ريلي دايركتلي في الجلاند، لو احنا قلنا انها بتروح تستريح في اخر المطاف خالص، واسم الجلاند هنا او اسم سوري الجانجليون هنا هنسميها تيرمينال جانجليون. ذا ادرينال مضله بقى، في كلام يقول لك ان ادرينال مضله دي نظريات، يعني ان هي يقول لك انها موديفايد سمباثيك جانجليون، يقول لك ان هي في حد ذاتها اصلا جانجليا بس موديفايد معدله، يعني جانجليا مش مجرد انها محطه قطر بس، لا هي كمان محطه قطر وبتطلع هرمونات. كل ده على افتراض ان هو اشمعنى اللي رايح لها ما رضاش يستريح في اي محطه قطر قبلها وراح لها غصب عنه، او فضل رايح لها، يبقى قال لك هي ممكن تكون في حادثه جانجليون وحصل لها تطور بتعمل اكشنز تانية. يقول لك ان الجانجليون سيلز هاف بين موديفايد انتو سيكريتوري سيلز، نفس الكلام، يقول لك ان هي بقت بتعمل اكشن تاني اللي هو السيكريتوري سيلز دي، يعني بقت بتطلع الادرينالين وابن عمه النو ادرينالين ده. طيب
الجبهه طب سبلانكينك اللي كان طالعه من 5 ل 12، ناخد بقى الليسا سبلانكينك. الليسا سبلانكينك دي بسيطه خلاص، طالعه منين؟ هتقول لي احنا مش خدنا اصلا ان الفيسوال ديفيجن ده طالع من اللور 7 سواسك، يعني اللور 7 سواسك، وطالعه من الابر 3 لمبه. احنا خدنا فوق انها طالعه من 5 ل 12 سواسك، طب فين اللمبه؟ اللمبه ودول بيتجمعوا مع بعض كده ويعملوا لي الليسا سبلانكينك نيرف، يبقى كده العشرة بتوع كاملين. طيب اتمنى تكونوا فاهمين يا شباب. تمام انا هرسم لكم الحتة دي كده تاني. الفيسوال ديفيجن طالعة من اللور سيبن، ده السواسك، ده السواسك سيجمنت الحتة دي مثلا كلها صح، ده السواسك اللي هما من 7 ل 12. تمام من 7 ل 12 اللور 7، لو قال لك اللور 7 يعني 12 و11 و10 و9 و8 اللور 7. تمام يبقى من عند 5، اسف من عند هنا، من عند 5 اللور 7 يعني من عند 5 صح لحد 12، ده اللور 7 زائد الايه الابر 3 لمبر اللي هم 1 و2 و3 لمبر، ال 1 وال 2 وال 3 من 5 ل 12 ده خدهم كده، قال لك انا عظيم واخدهم، حتى هم سموهم كميته عشان هو واخد كتير، ما ايه خد كتير، خد من 5 لحد 12 وقال لك انا هسمي نفسي العظيم جبيتر سبلانكينك نيرف، ويجي بقى الليسا وده اللي هو مش عظيم، يا قال لك انا هاخد بس الايه وال 1 وال 2 وال 3 وهعمل لنفسي عيلة أسميها اللي صب اسبلان كينك نيرف. ده هيروح فين بقى؟ شوف هنعرف يا معلم، نراجع على دولن ولا ايه؟ مش هنقولهم بعدين. اللي صب اسبلان كينك نيرف نفس الكلام، نقول البيبي جانجليونيك فايبر طلع من اللاتوال هورن سيلز بتاعة الأبر 3 لمبر سيجمنت بتاع السباينال كورد، ذا تو نيرفس فروم بوث سايدز هيتحدوا مع بعض، العصب اللي هو اللي صب اسبلان كينك والليسر سبلانكينك اليمين والشمال يتحدوا مع بعض يعملوا لي واحد بس يسموه ايه، بري سيكوال نيرف، بيسموه سيكوال نيرف او بري سيكوال نيرف. سيكوال نيرف ده قصة حياته ايه؟ رايح للحوض، يقول لك ان هو بروسيدز تو بلفس، رايح للحوض، هيروح في الحوض هيتقسم ل تو هايبوجاستريك نيرف، يعني ايه هايبوجاستريك نيرف يمين وهايبوجاستريك نيرف شمال. يبقى الهايبوجاستريك نيرف ده ايه؟ عصب سمباثيك جزء من البيريساكوال نيرف او جاي من البيريساكوال نيرف، والبيريساكوال نيرف في حد ذاته كان في الاساس ليسر سبلانكينك نيرف. تمام التو هايبو سيكوال تو هايبو جاستريك نيرفز دول ذيس نيرفز ريلي في تيرمينال جانجليا اسمها ايه بقى؟ انفيريو ميزنتريك جانجليا او هايبوجاستريك عشان ما تنساش. يبقى الهايبوجاستريك نيرف هيروح بقى في جنجليا اسمها ايه، هايبوجاستريك جنجليا. طب تنتمي لانه نوع من انواع الجنجليا؟ تيرمينال جنجليا. يعني ايه تيرمينال جنجليا؟ يعني دي جنجليا موجوده على الاورجن نفسه. طيب زي قصه الادرينال جلاند فوق، هنعرف دلوقتي الجنجليا اللي هي التيرمينال جنجليا فروم ويتش البوست جنجليونيك نيورونز هتطلع وبتسبلاي الفيس البلفيك فيس. حد هنا يسألني سؤال، طب احنا دلوقتي بقينا التيرمينال جانجليا، يعني احنا وصلنا للبري جانجليونيك مشى كتير قوي ووصل للتيرمينال جانجليا اللي هي اساسا على العضو، طب انا ليه احتجت بوست جانجليونيك؟ لازم يكون في بوست جانجليونيك، بس بتكون هنا طبعا شورت بوست جانجليونيك، مش محتاجة انها تبقى طويلة، لان هي اصلا يا دوبك هي اصلا نفسها على الاورجن اللي هي رايحه له يعني. طيب which البوست جانجليونيك طالعه arise and supply البلفيك فيسو اللي هي الاحشاء بتاعه الحوض، اللي هي ايه بقى؟ ايه اللي في الحوض؟ عندك اليورينري بلادر المثانه صح، اليورينري بلادر، عندك الريكتم المستقيم والامعاء الغليظه، وعندك كذا. اول حاجه بنقولها بنقول فازو كونستريكشن للبلاد فيسل في البلفيك فيسو، ده لو انت ناسي بس مستاتيك يا ابني بيعمل ايه، او الليسر سبلانكينك نيرف بيعمل ايه في الحوض، هتقول لي يا دكتور فازو كونستريكشن البلاد فيسل، بقى هو كده يعرف ان انت مش حافظ اي حاجه اصلا لما يلاقيك بتقول الحاجه اللي الناس كلها عارفاها يعني. ففازو كونستريكشن البلاد فيسل في البلفيك فيسل، لكن انت بتجاوب صح. طيب
نفس القصة بقى بتاعت ريلاكس الوول، وكنت بكتب السبينكتر. انت عايز على الـ على الـ على الحالة دي ان انت تروح الحمام، مش عايز بقى، انت عايز تحبس البول بقى، تريلاكس الماسل بتاع اليوناي بلادا وول، اسمها ايه الماسل مش مشكلة، وتعمل لي كونتراكت لليوسوا، كونتراكت للسبينكتر او المفص الصمام بتاع اليوسوا، اسمه الانترنال. مع اليوسوا لها اتنين، انترنال واكسترنال. الاكسترنال ده انت تتحكم فيه بمزاجك، انت لما تروح الحمام بتبقى خلاص انت عايز تعمل حمام، فبتقول له اعمل حمام، بدل انت ممكن تمسك نفسك. المثانة لها اتنين صمام، واحد بتتحكم فيه اللي هو الخارجي، وواحد متعرفش تتحكم فيه اللي هو الداخلي اللي هو الانترنال. ده متعرفش تتحكم فيه اللي هو الداخلي، لكن ده تتحكم فيه عادي اللي هو الاكسترنال. تمام كده؟ طيب الانترنال ده اللي يتحكم فيه مين؟ السمباثيك او الباور سمباثيك اللي هم اساسا الاوتونوميك. هنا في الحاله دي انا عايز اعمل ايه؟ اقفله، انا مش هروح الحمام بقى، اقفله. يبقى انا عشان اقفله اريح دول، نفس القصه اللي قلناها فوق. ودي الايه؟ البلاده، المثانه. يبقى ريلاكس المصل بتاعت المثانه، ويعمل لي كونتراكت السفنكتر، هيعمل لي يورين ريتنشن. التانيه كانت فود ريتنشن. طيب ايه برضه الريكتا اللي هو احنا خدنا البول، يبقى هناخد البواز. انت محتاج تروح الحمام تعمل بواز، تعمل نمبر 1 ولا نمبر 2؟ مش محتاج تعمل نمبر 1 ولا نمبر 2. ريلاكسيشن للوولز بتاع الريكتم اند ديستال بارت اوف لارج انتست، كلام حلو قوي. وبرضه كونتراكت السفنكتر اللي هو الانترنال انال سفنكتر، اللي هو برضه فتحه الشبك. انت برضه في الفتحه الخارجيه بتتحكم فيها بمزاجك، والفتحه الداخليه انت لا تملك التحكم فيها، هي تبع الاوتونوميك. كونتراكت السفنكتر الانترنال انال، يبقى هنا كلمه انترنال كلمه مهمه قوي، لو غيرها يبقى الكلام كله تبقى الاجابه غلط. يبقى الانترنال انال سفنكتر او الانترنال يوريثرال سفنكتر، دول هم اللي تبع السمباثيك او الباور سمباثيك اللي هم تبع الاوتونوميك، فيعمل لي ريتنشن للفيسز. الفيسز اللي هو الاستول او البواز يعني. وطبعا بوز كونستريكشن البلاط فيسل بتاع البلفيك فيسوا از ويل از ريكتايل تيشو، برضه هيعمل لي بازو كونستريكشن للأوعية الدموية اللي مثلا في القضيب. تمام؟ هو بقى مش هيبقى بيحارب مثلا، أو يبقى الجهاز بيحارب ويبقى عايز الانتصاب في حاجة، مش محتاج إن هو يعمل انتصاب. هيعمل لي ليدنج تو انهبيشن للإريكشن، يعني الانتصاب هيبقى مش موجود. يبقى في حالة السمباثيك لما بيشتغل يبقى في انهبيشن للإريكشن، مفيش انتصاب. وبرضه هيعمل لي شرينكينج shrinkage of these organs. المقصود بذيس organs اللي هي الكليتوريس في الفيميلز، الكليتوريس دي تماثل القضيب يعني. طيب في الرجالة بقى in male it cause contraction of smooth muscles بتاعت الباس ديفرنس، الوعاء الناقل، والسيمينال فيسيكلز اللي هي الحويصلة المنوية، والإيجاكولاتوري داكت. إيجاكولاتوري داكت هيعمل لي إيجاكوليشن للسيمين. مش مهم الموضوع ده دلوقتي على مستوانا، لكن اعرف ان هو بيعمل انهبيشن للاريكشن وايجاكوليشن للسيمن، يعني هو المسؤول ان هو يخرج السيمن. ده اللي هو السائل المنوي اللي بيخرج السيمن هو السمباثيك. بس ما تقولش ان هو عشان بيخرج السيمن هو اللي بيعمل الاريكشن. اللي بيعمل الاريكشن هو الباور سمباثيك، هو اللي بيعمل الاريكشن، لكن السمباثيك بيعمل انهبيشن للاريكشن. طيب في الفيميل هيعمل لي على اليوتروس بقى، اللي هو اليوتروس برضه يصنف ان هو هولو اورجانز، عضو مجوف. يعني اليوتروس ده فيه وولز برضه، صح؟ يبقى هيعمل لي كونتراكشن او ريلاكسيشن ديبندنج اون، يعني اعتمادا على حاله المينستوال سايكل. يعني الست دي او الست اللي في ماتش المصارعه دي، هل هي دلوقتي عندها البيريود، ولا هي في اخر البيريود، ولا في اول البيريود، ولا؟ وبرضه بيعتمد على الاوفيريان هرمون، هرمون البلاد فيسز، الهرمونات اللي طالعه، البلاد ليفل، الهرمونات اللي طالعه من الاوفري. وبيعتمد هل هي عندها حمل ولا ما عندهاش حمل، وبيعتمد على حاجات اخرى. يعني مثلا ما يبقاش عندها حمل مثلا، ويبقى يستغبى مثلا ويعمل لي كونتراكشن للهول، هينزلها، هينزل الحمل، هيسقطها يعني بمعنى اصح. او مثلا ما تبقاش ان هي عندها الرحم اليوترس لسه مخلصه البيبيود، وما فيش خلاص مش محتاجه تنزل البيبيود تاني، لسه البيبيود الجايه ما اتكونتش اصلا، فبرضه يعمل لها كونتراكشن. هينزل ايه؟ ما هو خلاص لسه منزله البيبيود من كام يوم،
فاخر 3 سطور دول مش مهم قوي. ففي الفيميل هيقول لك اليوتراس يعمل ايه، تقول له هيعمل كونتراكشن او ريلاكسيشن على حسب هي حالة الحاله بتاعت ايه. لكن في الميل بنعرف، او في الفيميل برضه لان الاثنين عندهم مثانه بوليه، يبقى يعمل لي ريلاكسيشن للوول ويعمل لي كونتراكشن للسفنكتر. اخر نوع بقى اللي هو السوماتيك ديفيجن اوف سمباثيك نيرفس سيستم، هنكمل بعدين لان ايه المحاضره مش عايزه تطول عن ساعه يعني. وتذاكروا الكلام ده وربنا يسهل ان شاء الله.